روسيا تطور تكتيكاتها وآلية القصف والتسليح وفقاً لمجريات ومتغيرات الحرب. صعدت موسكو حدة القصف الغاضب واستخدمت لأول مرة القاذفة طويلة المدى سو-34 لإطلاق الصاروخ الباليستي كينجال ضد أهداف في أوكرانيا. دخلت المقاتلة التكتيكية الخدمة الفعلية في عام 2014 وهي قاذفة استراتيجية متعددة المهام تمتاز بالسرعة العالية التي تناهز 2000 كيلومتر ويبلغ مداها الأقصى 4500 كيلومتر وتصل حمولتها إلى 12000 كيلوغرام وتحمل كل أنواع الصواريخ والقنابل. سو-34 قادرة على تنفيذ ضربات جوية متوسطة المدى ضد كل الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وتستطيع شن هجمات وقائية ضد أي أهداف جوية، بما في ذلك مقاتلات التفوق الجوي وطائرات الحرب الإلكترونية وطائرات الإنذار المبكر، وتمنحها منظومة خبين إم قدرة عالية على الحرب الإلكترونية والتشويش والحماية الذاتية. أما الصاروخ كينجال أو الخنجر قناص، صاروخ باليستي فرط صوتي يتم إطلاقه من الجو ويبلغ مداه أكثر من 2000 كيلومتر، وهو قادر على المناورة والإفلات من الدفاعات الجوية، كما يمكن تزويده برؤوس حربية تقليدية ونووية بوزن نصف طن لتدمير الأهداف البرية والبحرية، وله قدرة عالية على إصابة الأهداف بدقة بالغة وانحرافه لا يتجاوز متراً واحداً. وينطلق بسرعة تبلغ نحو 5000 كيلومتر في الساعة، وهو ما يزيد على 4 أضعاف سرعة الصوت، ومخصص لتدمير السفن الحربية الكبيرة وحاملات الطائرات، ويستطيع تدميرها بشكل كامل أو جزئي. الخطوة الأخيرة تكرس استمرار التفوق الجوي الروسي، وتبوح بأن جعبة الكرملين العسكرية مكدسة بأدوات كثيرة في طي الكتمان.